في 24 من يناير الجاري اختطف القيادي في كتائب أبي العباس رضوان كواتي من قبل مسلحين تابعين لغزوان المخلافي. وردا على هذه الخطوة اقتحم مسلحو أبي العباس مقر إدارة الأمن والأمن السياسي ومقرات حكومية أخرى وفرضوا حظرا للتجوال في المدينة. في نفس الليلة تم تفجير مبنى الأمن السياسي بتعز. إثر هذه الفوضى شكل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة الأمين العام للحزب الناصري عبدالله نعمان لحل الإشكالية. اجتمعت اللجنة وخرجت ببيان اتفاق أبرز نقاطه ما يلي: تسليم المقار الأمنية والأسلحة والأطقم التي تم السيطرة عليها لإدارة الأمن، تسليم مقر الأمن السياسي والقلعة للواء 35 مدرع، تكليف اللجنة الأمنية بالقبض على غزوان المخلافي والتحقيق معه والتصرف حسب القانون، تسليم صهيب المخلافي للجنة الأمنية، رفع كافة المظاهر المسلحة من شوارع المدينة، وتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الأحداث. في 25 من يناير أصدر اللقاء المشترك بتعز بيانا يدين فيه اقتحام وتفجير المقار الأمنية، ويطالب قيادة محور الجيش بإخراج المجاميع المسلحة والأسلحة المتوسطة والثقيلة من داخل المدينة ونقلها إلى جبهات المواجهة مع الإنقلابيين. في 26 من يناير قالت مصادر مطلعة أن الرئيس هادي وجه بإلغاء اتفاق لجنة عبدالله نعمان وكلف عمليات المحور بتسليم المقار الأمنية وقلعة القاهرة. وفي نفس اليوم ترأس قائد محور تعز اللواء خالد فاضل اجتماعا للجنة الأمنية، وتم اتخاذ قرار بإلغاء مسميات الفصائل المسلحة والالتزام بمسميات الألوية العسكرية. بالمقابل أصدر مكتب أبي العباس بيانا أعلن فيه تمسكه باتفاق لجنة عبدالله نعمان ونفى فيه قيامه بتفجير مبنى الأمن السياسي. حتى الآن لا زالت المقار الأمنية تحت سيطرة مسلحي أبي العباس، والوضع الأمني في تعز غير مستقر.